انطلق في مدينة سامراء المعرض السنوي الفني الشامل للمدارس الابتدائية، والذي شمل العديد من العروض الفنية والفلكلورية واللوحات التي جسدت الواقع والاعتصامات التي تشهدها عدد من مدن العراق. أولا مبروك لهذه المدينة هذا الإنجاز الرائع، ونحن نعيش في ظل الظروف الراهنة لبلدنا الحبيب، إلا أنه ما رأيته وما شاهدته سرني كثيرا من الأعمال الراقية والمبدعة التي تنم عما يحس به هذا الطفل الذي هو في عمر الزهور. الأعمال جيدة ومفرحة. التوك توك وجبل أحد ونصب الحرية وشعارات تطالب بحقوق المواطن كانت أبرز اللوحات الفنية التي جسدها أطفال المدارس في هذا المعرض. مشاركتنا اليوم في المعرض الفني السنوي لتلاميذ المرحلة الابتدائية يجسد المرحلة الراهنة، لأن رسومات الأطفال كلها هسه اللي شفناها كلها تمثل المظاهرات وتفاعلهم ويا المظاهرات وولدنا في ساحة التحرير. تشوف الرسومات كلها تتضمن النصب وتتضمن التوك توك والمبرز، يعني أبرز الرسومات اللي هي حاضرة في هذا المعرض. فإحنا بنيابة عن قضاء سامراء وتلاميذ طلبتنا الأعزاء نتضامن ونوقف ويا المتظاهرين وندعمهم بدعواتنا ونكون وياهم بالقلب. احنا يعني من مدرسة التفوق اجينا هنا للمعرض حتى نقدم مواهبنا، حتى يعني نرسم مستقبلنا. فكل طالب عنده فن يريد يقدمه بمعرض، فمثل ما تشوفون هنا الرسومات مالتنا، مثلا هاي الرسومات مالتنا من مدرسة التفوق ورسمناها فاختاروهن. إبراز هذه الطاقات الشبابية ودعمها بصورة صحيحة قد يسهم بالارتقاء بالواقع الفني في العراق، والذي شهد تراجعا خلال الآونة الأخيرة. من محافظة صلاح الدين، محمد سامرائي، قناة التغيير.